صباح الخير أعزائي المشاهدين، هنتكلم عن الأبراج والفلك مع خبيرة الأبراج بشاير. طبعا هنتكلم يعني الفانز بتوعنا ناس كتير جدا طلبوا مننا برج معين وهو برج الأسد في مسجز وكده بعد ما نوهنا عن إن في حلقة عن الأبراج، عشان كده لينا عندكم مفاجأة جميلة وحلوة هتعجبكم. هنقرأ برج الأسد بطريقة جديدة ومشوقة مع خبيرة الأبراج بشاير، اتفضلي. انا هفتح بطريقه اسمها التاروت، وده انتشر مؤخرا في مصر، بس هو من قبل ما كانش حد عارفه غير الناس اللي بتسافر بس. يا برج الاسد، مريت بمرحله صعبه وانفصال، ان كان من عمل او من شغل، ان كان من عمل او من ارتباط او من جواز. كان عندك سفر، في ناس اتوفقت وفي ناس لا، بس لسه هتعيد القارة تاني. السفر ده كان يخص حلول مشاكل، وفي ناس كانت رايحة اتفاقات على عقد او على شغل معين متفقين عليه من قبل وما تمش، وفي لسه هتعيد القارة تاني. احتمال يجيلك عرض افضل. في ناس اتضغطت بعلاقة، اصل هو ده عشريات، يعني 10 و20 و30، يعني مش بينطبق على كل الناس بس الى حد ما بينطبق على برج الاسد عموما. في حد حب جديد، لانك انت تخليت عن علاقة بانفصال او في طريق الانفصال. في شغل وفلوس، وفي حد بيساندك، في الغالب الوالدة او الوالد، الوالدة او صديقة حميمة ليك. عندك ارتباط بحد ما شاء الله ثري، يعتبر عنده فلوس كتيرة جدا، هيحاول ان هو مش يغريك، يوصلك لمرحلة الامان، ان انت اللي هتعوزه او هتطلبه او هتحتاجه في حياتك عموما يأمنه لك، بس انت لسه مش هتاخد قرار دلوقتي. بالنسبة للمتزوجين، الدنيا هتبقى كويسة للأفضل، بس انت بتعاني اوي في العلاقة دي، واكتشفت كذب ومراوغة، وده تعبك نفسيا. عايز تلعب على نفسك حبة انك تحقق ذاتك، وده مش عيب، بس مش على حساب اعصابك طول الوقت، لان انت اتنقلت من مرحلة لمرحلة، كان عندك انتقالات كتيرة قوي السنة دي للاماكن وللعمل، يعني اتنقلت بالنسبة للمنزل، اتنقلت بالنسبة للشغل. الارتباط اللي انت فيه بتشاور نفسك فيه، اللي مش مرتبطين في حد او المخطوبين هيبدلوا، حد كاذب ومراوغ وتعبهم قوي بحد كويس جدا هيوصلهم لبر الامان، بس مش عايزين ياخدوا قرارات دلوقتي. انت الشخص اللي عايز طول الوقت يثبت وجوده، لان هو اسد ما ينفعش ان هو يبقى مطاطش لحد، بس السنة دي كانت معاك مختلفة، لان انت اتنزلت في انك تصالح ناس كانت زعلانة، اتنزلت في بعض حقوقك علشان المركب تمشي، وبعد كده لقيت نفسك ان انت بتنهار، فرجعت تاني اسد على عرشك. بطمنك ان الدنيا معاك هتبقى كويسة، ما تندمش ان انت تواصلت مع ناس كنت فاصل عنهم او بعيد عنهم، لان حتى لو هم معرفوش ده في ناس تانية داخلة مسنداك. انت عندك مشاكل كتير قوي الفترة دي هتحلها، المادة هتمشي معاك، انت من المحظوظين السنة دي، في 5 ابراج السنة دي محظوظة، مش عايزة اقولهم دلوقتي، انت منهم. اتفاق الخير. على المستوى الشخصي، انت الحد الجميل قوي، الشيك قوي، اللي هو بيبهر، بس لما بتيجي تنفعل بقى بتتبدل. فانا عايزة اقولك اظبط امورك كويس جدا. يعني هوائي هوائي؟ لا، هو مش هوائي، هو لو انفعل، هو بالعكس هو ناري، لو انفعل بيعمل ثورة. الفرق بين انه يكون ناري او هوائي؟ لا، الهوائي ممكن الدنيا تعدي شوية معاه، ما بينفعلش زي انفعال الناري، يعني الأسد والحمل والقوس انفعالاتهم، بس القوس برضو فيه شوية من الترابي والمائي انه بيبقى أهدى، لكن الحمل والأسد في انفعالهم صعب جدا، بيبقى صعب السيطرة عليهم، الا بقى لو سبتهم ان هم يجتازوا المرحله اللي هي بتاعت الضيق دي وبعدين ترجع لهم تاني. عندك عروض حلوه قوي،
عندك حد بيساندك غني وعايز نجاحك، عندك شخص كان حاقد عليك وانت خلاص بتتخلص منه او اتخلصت اوريدي، بس الشخص ده غيران من نجاحك ومش عايز يقولك، دايما بيحبطك، دايما بيكسر مقاديفك. انت ما ينفعش ان حد يكسر مقاديفك، لان انت الايام الجايه عندك نصره حلوه قوي، وادي اخر ورقه بتقولك هتجمع فلوس، هتاخد وضعك قوي، هتثبت وجودك في حاجه انت بديتها، وهتسمع معاك، هتبقى حاجه مشهوره، حاجه كويسه فيها ترقيه، فيها غنى، هتستقر السنه الجديده بعد انفصال وبعد مشاحنات وبعد ضغوط اعصاب. بس انا مش عايزاك تبقى سلاح ذو حدين، ان انت الطيب وفي نفس الوقت اللي انت بتتعامل من تحت الترابيزه، لان ده اذاك كتير في شغلك، او اذاك مع بعض ناس كنت بتحاول توفق ما بينهم فما بتقولش اللي بيقولوه على بعض، فاتحطيت انت في الحته دي. انا مش عايزاك تتحط في الحته دي، مالكش دعوه بحد. يعني هو بوشين مثلا؟ لا مش بوشين، ده هم ناس كانوا بيتكلموا على بعض، هو بيحاول يصلح، اتحط هو بعد ما هم اتصافوا، هو اللي اتحط، هو اللي بقى وحش. يعني عايزه تقولي له خليك في حالك، خليك ابعد عن الشر وغني له، يركز مع نفسه اكتر، لان هو اتشوشر كتير قوي الايام اللي فاتت. كان عنده شوشره فكريه وماديه وضغوطات، وبالنسبه للمتزوجين كمان اهل الزوج والحاجه، فما تدخلش نفسك في حتت انت مش بتعرف تخرج منها. هما في الاخر بيتفقوا، ولما بيتفقوا بيتفقوا عليه هو. فهميك. فانا عايزاك تركز في شغلك وفلوسك، لان الايام الجايه انت ناقل مرحله تانية حلوه قوي، وهتعلى، ليك مساندات حلوه، في ناس كتير بتحبك، انت محبوب، انت كمان شخصيه حلوه، بتعرف تجذب الناس، بتعرف تتعامل، ذكي جدا، بتعرف تحتوي اللي قدامك. فبلاش ان انت تخش في حاجات هرتله وملهاش، عايزه ان انت بعد كده نفسيتك تتعب، لان انت بدات دلوقتي تعرف ان انت عايز ايه ورايح فين. طب بقى في وجهه نظرك يعني ايه عيوب برج الاسد وايه المميزات بتاعته؟ الانفعال، انه بيداري على كل حاجه لغايه ما يلاقي نفسه غرق، ممكن يجري على حد بعد كده. طب ما انت من البدايه ممكن تستشير، حتى لو بتقولش ان المواضيع تخصك. يعني مش كسر، مش ما بيحبش كسر الشكوى، ما بيحبش يحكي، كتوم شويه. دي حاجه غير كتوم، هو ممكن يبقى قاعد معايا بيفكر في حاجه وبيقول لي حاجه تانية، وهو فاكر ان هو كده بيتذاكى، هو مش بيتذاكى، هو بيغرق نفسه في الاخر. هو مش بيحب يحكي في كل حاجه، هو طيب جدا، عصبي جدا، مجنون، او ما تعرفوش هو بيحب ولا بيكره. زي في حته من العقرب ان هو ما بيعرفش، يعني عنده حته بحبك دي هتكسره، هو اسد، بس هو في نفس الوقت ما بيعرفش يحب واحد واثنين وثلاثه، هو شخص واحد وفشل الموضوع خلاص. يعني لكن ممكن يبقى له اصدقاء كتير وتعارف مع ناس ياما. يعني هو مخلص، ولا انت قصدك ان هو وفي؟ يعني هو لما مثلا بينفصل عن حد بيحبه او كده ما بيقدرش ان هو يحب بعده بسهوله؟ ما بيقدرش يحب بسهوله، لان هو بيبقى طالع من صدمه كسراه، وهو ما تعودش على الكسره، الكسره دي بتخليه ان هو فيما بعد لازم يعيد حساباته مره واثنين وثلاثه، زي الوقت الحالي هو طالع من صدمه فبيعيد حساباته وترتيباته. حتى الشخص القديم هيرجع له، هو اللي هيرفض، بس هو بيحب يثبت وجوده، ان انت هتيجي هتيجي وهيجي، بس هو اللي هيقول له لا. خليكم عارفين انتوا اللي هتقولوا لا. طب وبيتوافق مع مين بقى من الابراج التانيه؟ الابراج التانيه هو بيحب قوي الابراج اللي هي الترابيه، هي بتبقى هاديه معاه، لان هو ناري، ممكن ناري زيه يتوافقوا، بس في الارتباط بتبقى فيها كل واحد عايز يثبت وجوده، فبتبقى صعبه. بيتخانقوا كتير، بيبقى فيه مشاجرات بقى وصدامات كتير. هو اكتر مشاجراته على الغيره، ما انا قلت لك فيه من العقرب كتير، اكتر النزاع بتاعه على الغيره، هو غيور جدا، واللي بيحبه بيحب مش يمتلكه، يبقى هما الاثنين قابل كده يعني، لازق في بعضه زي ما بيقولوا. فدي بتبقى صعبة، ان انا طول الوقت هبقى معاك وبديك تقارير وبديك، ما ينفعش انك تطاردني، انت ليك حياتك وانا ليا حياتي. بس هو شدة حبه بتخليه يعمل كده، لان هو بيحب يحتوي قلبا وقالبا الشخص اللي قدامه. يعني انا بحبك يبقى انا هكون مسؤولة عنك في كل حاجة. في ناس بترفض ده، ليكي مشاعرك وليكي حياتك جزئية مني، لكن انا سيبيني بحريتي. طب يعني دينا امثلة كده للابراج اللي هو بيتفق معاها. الابراج اللي بيتفق معاها ممكن يكون مثلا هو بيحب قوي التور، ممكن يتفق معاه، ولو ان التور بيبقى مجهد طول الوقت بيه، لان هو شكواه وانفعالاته بتتعب. شكوى الاسد، شكواه كتيره جدا، وهو مش راضي طول الوقت.
ما ان هو الاسد ما بيشتكيش كتير وكتوم، هل هو لا، مع ما من هو يحب بقى بيختلف. بيبقى بيختلف؟ يعني هو طبعه بيختلف، شكاي هو للقريب منه. لا هو على طول شكاي لسبب، هو مش راضي عن وضعه، مهما وصل لحاجة هو عايز الأفضل، فطول الوقت بيجري عايز هنا وهنا، يعني شغل وبيت وحياة وولاد، وعايز الشغل أكتر، عايز الفلوس أكتر، عايز دنيا، مش طماع بس هو طموح، بس طموحه عالي شوية لدرجة انه طموحه ممكن يعمل عالي له جدا صدمة بعد كده. فتعبه جدا، فلما بيجي يعني يتمثل في حد حاجة أو يدخل مع حد في حاجة ويخسر، فهو كده بالنسبة له ده الدمار الشامل يعني. وهو المرحلة دي مر بيها كتير قوي السنة دي. طب وايه الابراج بالنسبة بقى؟ للسنة الجديدة هو هيتغنى، هو هيبقى عنده فلوس حلوة قوي، هو من الخمسة المحظوظين السنة دي. افرحوا بقى الناس اللي برج الاسد، بنبشركم. بس انتوا هتسيبوا حتة العاطفة شوية زي بعض الأبراج كده، يعني هتتعاملوا بس هتحطوا بعلومهم النقط، اكتر بقى. هما هيحطوا النقط على الحروف، يعني أنا هيبقى قدامي حبيب هقول له هنعمل كذا وكذا وكذا، وبعد كده نركز هنعمل إيه. طب وايه بقى الابراج اللي هو ما يتوافقش معاها نهائي؟ الأبراج اللي ما توافقش معاها، في حمل ممكن يهبوا في بعض أكتر الوقت، يعني ممكن يتعاملوا بمحبة كده من بعيد لبعيد، لكن كحياة صعب جدا، لأن الاتنين عايزين يثبتوا وجودهم، والاتنين عصبيين جدا، والاتنين عايزين احتواء، فدي صعبة يعني. هو البرج الترابي يبقى معاه أحلى. برضو المائي، في من المائي بيبقى كويس معاه، ممكن يتفاعل هو بسرعة ويرجع بظهره، يعني هو من النوعية اللي ممكن تحب بسرعة وبعد كده تراجع نفسها مرة اللي هو واتنين الأسد. تلاتة. طب لو حد عايز يكسبه، يعني مثلا سواء واحدة عايزة تكسب مثلا حد بتحبه برج الأسد أو العكس، صحيح ايه الطرق يعامله عشان؟ بعقلية انه شخص متزن جدا، ويعامله بقلب طفل، ان ده الطفل لازم يطبطب عليه ولازم يسمع الكلام الحلو، ما يحطش كل تصرفاته قصاده، يعني ممكن يفوت له كتير. يكبر دماغه بقى. يفوت له كتير، لانه هو طول الوقت النهارده دلوقتي حاجة كمان حبة، يعني هو الحاجة اللي مش عاجباه دلوقتي بتعجبه كمان شوية، الحاجة اللي هو معترض عليها امبارح موافق عليها النهارده، فدي برضو يعني بتبقى عايزه ناس معينه تقدر تتقبل ده، لان انا واحده من الناس ما اقدرش اتقبل ده، ما اقدرش ان انا امشي كل ساعه في حاجه، لا صعب. معانا اتصال من ام ايمن من اسوان، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله عليك ام ايمن دي حبيبتنا على فكره، بتطلع معانا مع الفنانه سوسن ربيع. انت حبايبي كله، منورانا يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا اقفلي التلفزيون يا ام حبيبتي ايمن واسمعينا من التليفون. والزوج 13 جوزاء والعقرب. الجوزاء والعقرب. الزوج 19/6 اللي هو لا خلاص اوكي، انا عرفت الجوزاء والعقرب هقولهم لك. حاضر حبيبتي، الجوزاء السنه دي يعني كانت كل الابراج عموما مرت بصعوبه شويه السنه دي، لكن هو الجوزاء لسه ما دخلش للمرحله بتاعت الراحه النفسيه قوي، كان حاطط اماله على حاجات وما جاتش، بس هي هتيجي في السنه الجديده من اول واحد وطالع. الجوزاء عنده تغيير شامل، لان هو دخل في يعني في حاله نفسيه مش حلوه في فتره من الفترات السنه دي، وكانت الدنيا معاه مش كويسه بالنسبه للماده، خسر برضو حد كان قريب منه قوي، يعني بيحاول يعوض وهيعوض السنه دي، بس هو لازم يعرف نفسه عايز ايه ورايح فين، يعمل دراسة جدوى كده على الحاجات اللي هو عايزها، لان هو لو ما عملش كده بيتعب فيما بعد، بيبقى مشتت في كذا حاجة. بالنسبة للصحة يهتم بنفسه شوية لان هو اهمل نفسه. العاطفة حلوة، هتبقى معاه هيرتاح السنة دي او من 12 وطالع. الشغل كان مش مستقر قوي وكان سايب نفسه في ايد ناس، هو هيقف على ارض صلبه لما يبتدي يشتغل على نفسه. برج الجوزاء، ما تشتتش نفسك في اكتر من حاجه في وقت واحد، ركز الاول هتوصل لهدفك واحده واحده، بس اعمل لكل حاجه توقيتها. في برج تاني بقى حابين نستفسر عنه، هي بما ان قالت لي برج عندنا كمان، طلبت برج تاني.
هي طلبت منك برج تاني. برج طلبت القوس اللي احنا هنفتح عليه دلوقتي. ماشي. ايوه اوكي. في بما ان احنا عندنا لسه وقت في الحلقة بتاعتنا يعني، فهنتكلم بقى عن برج القوس. اوكي. لان الاثنين كنا محتارين فيهم لان فانز كتير طلبوهم. ف هو القوس احنا كنا متكلمين عليه من قبل ان هو كان حاجة احنا هنفتح على الميزان اساسي لان كل الناس طلبته، ونتكلم عن القوس عام يا جماعة لان انا حطاه على بروفايل بشاير بشاير متكلمة عليه باستفاضة. يعني القوس السنة دي يا جماعة حلو قوي قوي قوي، وقلت له ما تخافش لان السنة دي هيعوض سنين فاتت كتير. اول حاجة جاي له المادة حلوة قوي، داخل مشروع هينجح. بالنسبة للحب وهيلاقي حب جديد لان هو انفصل كتير قوي منه، انفصل. في ناس مضغوطة في علاقة زي ما قلت من قبل ان الشريك رامي كل حاجه عليكي، وعوده كلها طلعت كدابه. مش عايزه اقول كدابه بالمفهوم الوحش، بس هو ما عملش حاجه، عايش لنفسه. بس هو فعلا يعني كان بيقول حاجات هو عارف انه مش هيقدر ينفذها، هو عايش لنفسه ومراهق مهما كبر. بيعشم اللي قدامه على الفاضي يعني. غير كده لا، ده هو بيبقى اب ومسؤول وملوش دعوه بالحياه دي، هو عايش لنفسه، عايش لشخصه ان انا بحب البس البراندات، برفن، انزل اروح اجي، ما بيعملش اي حاجه في البيت غير انه يخش يطبطب على اولاده ويبصهم يا حبايب بابا، والاكل والشرب والحياه العاديه قدام الناس انتوا واو، لكن الحياه الخاصه صعبه قوي. وانت اتضغطت قوي يا برج القوس، فانت تقريبا يا بتخلص من العلاقه دي يا في ناس اوريدي انتهت من فتره من حوالي شهرين واكتر. تقدري تكلمينا شويه عن برج العقرب؟ اوكي. جاي لهم حب جديد وجاي لهم سعاده وفلوس وهيرتبطوا السنه الجديده، ده بالنسبه لبرج القوس عشان ما لخبطش الناس. تقدري تكلمينا شويه عن برج العقرب؟ برج العقرب جميل جدا. العشريه الاولى غير الثانيه غير الثالثه، لانه بيبقى ماسك الراس والبطن وكده، والجزء اللي تحت اللي هو الديل ده بيبقى كارثه لو ده بقى فيه مكر. يعني الجزئيه الاخيره دي فيها مكر، اول جزئيه دي اطيب حاجه العشريه الاولى، يعني طيبين بس مش بالعبط. يعني اللي يتعامل معاه يحترم عقليته، يحترم مشاعره، ما يكذبش عليه. يا جماعه برج العقرب عايز تكسبه خليك معاه ستريت دغري، ما ينفعش تكذب عليه. هتكذب هيعرف، لان برج العقرب بيقرا من جوه، ده فيه الحاسه التاسعه مش السادسه. يعني برج العقرب بيستشف الحاجات اللي انت بتخبيها، وفيما بعد بيحتقر حبه ليك وبيتضايق جدا وبيبعد عنك. وبعدين عايزك تلاحظ حاجه، هو اوريدي شكاك، غير شكاك كمان طول الوقت بيراقب، يعني عايز يعرف تصرفات كانه عايز يمسك عليك حاجه ومش بيمسك عليك حاجه. معانا اتصال، معانا بشرى. طب نكمل ولا بعد الاتصال؟ بعد الاتصال. الو يا بشرى. الو، ازيك؟ منورة البرنامج. ايوه فندم. ايوه، حابة تسألي عن ايه؟ حابة اسأل عن عايزة اسأل عن برج يعني حبيبي ان شاء الله. برج ايه يا حبيبتي؟ هو في شهر 6، اول 6. برج ايه هو؟ الجوزاء هو ولا ايه؟ لا. شهر 6. طب كام ستة؟ معرفش، انا هو شهر 6 جوزة. اوكي، كام ستة؟ كام ستة يعني؟ 1/6، 10/6؟ 1/6. اوكي اوكي تمام، شكرا ليك. كنا بنتكلم في برج ايه؟ كنا بنتكلم في العقرب. العقرب، العقرب مش بيقول بحبك، بس تصرفاته بتقولها. يعني ما تنتظريش ان هو يجي يقول لك بحبك، بس ممكن يجي يطبطب عليك، يبوسك من هنا، عنده حاجات حلوه جماعه كده كويسه، ما تنتظريش منه كادوات لان هو في الحتت دي بيتوه. يعني هو يجي يجيب لك هديه او كده وتبقي متضرره، لا، او ممكن يكون بيحبك قوي ما بيعرفش يعبر، بيفقد التعبير في الحته دي. نكمل. برج ايه تاني؟ كنا هنتكلم عن برج احنا الجدي. الجدي. ناس كتير كانوا كاتبين. ايوه، ناس كتير جاي. فعلا من الفانز كانوا عايزين يعرفوا عنه. الجدي. معانا فاتن من الغربية، ناخدها والأستاذة بشاير بتقلب.
عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ منورين البرنامج. بنورك يا حبيبتي. الله يخليك. ممكن مسأل استاذ رشاية؟ اموري يا حبيبتي. انا مواليد 5/6 وزوجي 5/9. اوكي حلوين. انت عارفاهم ابراج ايه؟ لا عايزه اعرف يعني على طول في ضربات بيني وبينه كده. اوكي انا عارفه. انت عرفتي الابراج ايه بتاعتك وبتاع زوجك؟ ايه وايه؟ انا جوزاء وهو عذراء، بس انا عايزه اعرف في ما الاثنين دول كارثه مع بعض. يا روحي الاثنين دول كارثه، الاثنين دول كل واحد في وادي، ولازم يبقى في تنازلات من كل طرف علشان الدنيا تمشي. العذراء والجوزاء صعب جدا يا جماعه، دول اصعب برجين في الابراج على فكره، مع انهم السهل الممتنع. يعني العذراء طيوب وحنين، بس هو دايما شايف في نفسه الشموخ، حتى الناس بتفتكره مغرور. صح؟ فعلا والله. دي حاجه. تاني حاجه ان انت مريتي بمراحل ضغطاتك كتير جدا الايام اللي فاتت، وكان عندك تقريبا حاجه في شغل او في شراكه، او لو مش بتشتغلي هيبقى من حواليك الاسر مع بعض. مظبوط؟ فعلا والله. كانت الدنيا مش حلوه. بالنسبه لجوز حضرتك قلتي ايه؟ الجوزاء. هو 5/9 عذراء. هو عذراء وحضرتك جوزاء صح؟ وانا جوزاء. بصي يا حبيبتي، انت كمان لازم تعرفي انت عاوزه ايه. انت مش عارفه انت عاوزه ايه، دي حاجه. تاني حاجه، دنيتك هتبتدي تحلو من السنه الجديده، بشرط انك ترمي كل الحاجات اللي ضغطتك ورا ظهرك، ما تقعديش تعيدي وتزيدي فيها، لان ما بتقعدي تفكري تتعبي اكتر، وبتبقي قاعده حاطه حاجه على حاجه لما عملت تراكمات. صرحي اللي قدامك باللي وجعك. شكرا لاتصالك. الاتصال قطع. اوكي، بالنسبه للعذراء مع الجوزاء، الجوزاء كتوم، والعذراء بيبقى عايز يعرف اللي قدامه ايه، يعني الرياكشن بتاع انا بسطاك، انا مزعلاك، انا ده بيعملش اي حاجه، لان هو طول الوقت عايز يبقى الجو هادي، عايز يخرج معاك، عايز الدنيا تبقى حلوه. ماشي. الجوزاء لا، الجوزاء بيبان انه مبسوط، بس ما بيفيش اي تعبيرات. يعني العذراء بيحب الحياه والحركه، الجوزاء لا، الجوزاء بيتوتي قوي، اكتره بيتوتي، اكتره بيتوتي. كتوم. حتى لو جات له مشكله، وبعدين صحابه كمان يا جماعه، الجوزاء ما ياخدش عاطل مع باطل في الاصدقاء، فنطوهم كده من اول السنه الجديده، وسيبوا اللي بيضركم خلاص، مرحله وعدت، لان ده كمان بيبقى ضغط الشريك اللي معاكي، ممكن يكون ده سبب الخلافات، لما يقول لك ابعدي عن جي او ما تروحيش عند جي او سيبي جي، انت بتبقي متمسكه بحاجه شايفه ان جي كويسه، بس بتتقرصي بعد كده، لان هي اكيد في حاجه هو شايفها انت مش شايفاها. حاولي ان انت ما تعنديش، حاولي تتقبليه على وضعه، لان على فكره هو حالم قوي، بس انت عندك حته ان هو بيبقى حواليه ناس كتير، هو طبيعي ان هو ممكن يكون محبوب من ناس كتير، فحته الشك والغيره دي بتبقى عند الانثى اكتر، بالذات لما بيكون معاها عذراء. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا. أوكي. كانت حلقه حلوه جدا، ومبسوطه جدا بوجودك معانا. المره الجايه نتكلم على الجد يا جماعه. أيوة. سوري عشان في ابراج كتير لسه عايزين نتكلم فيها. باذن الرحمن. باذن الله. انا شرفنا بيكم، وان شاء الله تتابعونا في حلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامجنا حواديت مصريه.